موجز إخباري جديد يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن اليوم هو الفرصة الأخيرة لتسجيل وتعديل الرغبات بالتنسيق الثانوية العامة لعام 2021، ومن المتوقع أن يتم مد المرحلة الأولى من التنسيق ليوم آخر. وأضاف المصدر لصدى البلد أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية. نشرت الجريدة الرسمية قراراً جمهورياً اليوم يعتبر مستحضر زولجنزما، والذي يستخدم في علاج أطفال مرضى ضمور العضلات الوراثي، من الأدوية المدعومة والتي لا تخضع لضريبة الدمغة الطبية. يأتي ذلك بعد الاطلاع على قانون الخاص باتحاد نقابات المهن الطبية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وعلى مبادرة رئيس الجمهورية والخاصة بعلاج الأطفال مرضى ضمور العضلات الوراثي على نفقة الدولة. خطوة إثيوبية جديدة بشأن سد النهضة، حيث تعهدت بالاستخدام العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان الأخرى، وذلك بعد إتمام المرحلة الثانية من ملء سد النهضة. وقال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية رضوان حسين إن مشروع القرار الذي قدمته تونس في يوليو الماضي إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة كان داعماً لمصر. وأضاف خلال اجتماع مع سفراء دول حوض النيل أن استعداد تونس لتقديم طلب مرة أخرى إلى مجلس الأمن قد يضع الدول المعنية في موقف صعب يستدعي التعاون لعكس مساره. أعلنت وسائل أعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال أعطى تعليمات جديدة لجنوده المنتشرين على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، وذلك لوقف المتظاهرين قبل مسافة طويلة من وصولهم إلى الجدار نتيجة لأحداث مطلع الأسبوع على حدود غزة. وأوضحت وسائل الأعلام أنه سيصبح من الصعب التعامل مع المتظاهرين على مسافة قريبة من الجدار، وهو ما قد يؤدي إلى نتيجة خطيرة كالتي شهدناها يوم السبت الماضي. قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم ودرجات الحرارة شبه مستقرة في الأحوال الجوية وعادت للوضع الطبيعي في هذا الوقت من كل عام. وأضاف شاهين أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعات طفيفة بداية من يوم الجمعة بدرجات الحرارة. اعترض النجم أحمد حسام ميدو على ما انتشر على لسان البعض حول وجود مؤامرة بشأن بطولة الدوري الممتاز هذا العام ومنحه للزمالك لاعتبارات مختلفة. وانتقد ميدو تصريحات البعض والتي كلت الاتهامات لاتحاد الكرة المصري بشأن تورطه في تلك المؤامرة. وطالب ميدو الجميع بالموضوعية وتقبل فوز الزمالك ببطولة الدوري، خاصة وأن الزمالك استحق الفوز بالبطولة رقم 13 من تاريخه. كان هذا موجزا لأهم وآخر الأنباء، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.